إذا نلخص اللي حكيناه لحد الآن، في عنا الأصل كانوا اثنين وضفنا اثنين جداد، هدول الاثنين هدول مركزين أكثر على الإليفيترز، ما بتطلعوش مظبوط شو اللي صار. زي ما حكينا أحد الأسباب ممكن تصير إنه رغم إنه الانترفال أنا حققته في ناس عمالهم بوصلوا وبيضلوش يطلعوا في المصعد، بيضطروا يدخلوا في كيو ويستنوا المصعد اللي بعده، فالباب بيفتح أمامهم وبيسكر وبيضلوش يطلعوا. بالحظ اللي بتكون فيها كيوز بيصير في اختلاف ما بين، هما مش متساويين بس ببطل في علاقة مباشرة ما بين الانترفال والاي دبليو تي. كمان أنا عندي مشكلة، ممكن أصمم سيستم يكون ممتاز ما فيش فيه مشكلة ومحققين هدول التنين فيه، بس الشخص بعد ما يدخل داخل المصعد وتحقق له الانترفال عماله بقضي فترة طويلة جدا. وين في مثال ممكن يصير فيه الأفرج ترافلينج تايم كبير جدا رغم أنه حققنا هدول التنين؟ تمام، إذا عندي عمارة عالية جدا 50 طابق، إذا جيت صممت عمارة 50 طابق وصممت هدول فيها وهدول طلعوا مظبوطين معي، راح الاقي اني بدخل على المصعد بلاقي قدام 12 باسنجر وانا رايح الطابق 49 واحد منهم رايح على الاول ورايح واحد على الثالث واحد رايح على ال20 واحد على ال35، راح يصير وقت طويل جدا. اذا هذا ما تحقق الشرط رغم انه تحقق الشروط التقليديه، ما تحققش الشرط باسنجر. اذا هدول لهم مهميه، هم مش شيء اضافي. ما بقدر اقول اذا حققت هدول تحقق التصميم عندي. التصميم الكلاسيكي كان يتحقق فيه، هلا التصاميم الحديثه صار لازم نطلع هدول بالاضافه لهدول التنين. نطلع التعريفات الثانيه، في تعريفين ثانيين راح اسميهم AWT2 وهذاك ما راح اسميه ويت ترافلينج تايم، راح اسميه ترانزيت تايم. هذا هون كان ترافلينج تايم. AWT2 باخذ تعريف مختلف، ببدا بنفس النقطه اللي ببدا فيها هذا. اذا هو ذا تايم between the arrival، هو arrival بالنسبة للباسنجر بس تولد باسم الباسنجر في السوفتوير تبعه، بس هو arrival. arrival of the passenger in the lobby and the start of the doors opening. بس هذا ما بكفي لأقول الباب بده يفتحه، لازم يكون هذا المصعد اللي هو رح يستطيع يدخله، لأنه ممكن يجي عندي مصعد يفتح بابه وما يكونش هو يقدر يدخله. إذا opening of his her لازم يكون هذا الباب يبدأ يفتح للمصعد اللي هو رح ياخده. أو إذا بدنا نقول إذا بدنا نحط كلمة actually boards، أوكي، هذا التعريف بيختلف عن هذا التعريف. فمتى ما المصعد وصل اللي احنا رايح اللي بدنا ناخده نستقله وبدوا بابه يفتحوا معناها انتهى الويتنج تايم. هون لا، هون قلنا لما ابدا انا اعمل بوردنج، فحتى لو فتح الباب يمكن يطلع قدامي شخص شخصين ثلاثه لاغراض السوفت وير، انا بعتقد هذا ادق. بس على كل حال انا حطيت التنين هم موجودين هون AWT1 AWT2. هلا بالنسبه للتعريف اللي هناك بيعرفوه مش ترافلينج تايم افريج، بسموه ترانزيت تايم، هو شبيه average transit time. هلا ببدا من النقطه اللي انتهى منها هذا، منطقا انه هون لما بينتهي هذا بيبدا هذا، منطقا هون لما هذا بيبدا بينتهي هذا، بس هون احنا رابطينه بفتح الباب وتسكيره. اذا نفس الشيء هون عندي هذا بدا the time from the start of the doors opening of the elevator that the passenger actually boards until توقع لوين؟ هون رابطينه بابواب، بالضبط رابطينه بابواب، فرميه بده يفتحوا الابواب من هناك. Until the doors start opening at his her destination floor.
هلا اذا بتسالوني ليش الشركات بتحب هدول، هذا اصعب انه هذا اسهل انه يقيسه من الكنترولر، هذا اصعب بكثير انه نقيسه فعليا، لانه بدنا نصير نتبع باسنجر باسنجر، هذا اسهل كثير انه نقيسه. بقدر اجي اقول انه طلع عندي عدد باسنجرز، بعرف الباب امتى بدا يفتح، بعرف الباب امتى بدا يفتح، بالكنترولر بقيسه بحطه، هذا اصعب انه ينقاس. بس انا بعتقد هذا منطقي اكثر، لانه لسببين. اول شيء هذا باخذ بعين الاعتبار قديش في ناس امامي، فباخذ بعين الاعتبار اني استنيت اكثر او استنيت اقل، وباخذ بعين الاعتبار كمان انه فتح الابواب وطلعت، فشمل كمان الخروج، فخرجت انا من انا لسه في داخل المصعد هون، هم اخذتش بعين الاعتبار انه في ناس امامي بدهم يطلعوا لسه بدي استناهم. هذا ادق من هذا، ادق من هذا، لكن هذا هو المعتمد عالمي. رح تشوفوا هلا وين بنحتاج نطلع على بعض هاي الاشياء.